وقل رب زدني علما. وقد حدثني أحد الأشخاص من إحدى الدول العربية يقول كان لي جار لا أعرفه بتجارة ولا أعرفه أيضا بصاحب إرث أنه أرث من قريب ورث من قريب الله مالا ولا عنده أعمال ولا مصالح، لكن عنده أموال كثيرة، وأعرف من نفسي أنني إذا احتجت مررت عليه وعرضت عليه حاجتي فيعطيني أموال. يقول لي فمرة قلت له أنا جارك وجيرتنا قديمة وأراك عندك أموال ولا تجارة ولا عمل ولا، فأريد أن تدلني طريقة حتى أكون مثلك حتى أكون مثلك. قال أدلك على طريقة، لكن كل ما أقوله لك تفعله؟ قال نعم. قال لا تترك منه شيئا؟ قال لا أترك شيئا. قال مهما كان؟ أكد علي. قلت له مهما كان. وأنا يقول أخذني الطمع والرغبة في المال والحرص على تحصيله، فقبلت منه ذلك، ثم أرشدني يقول إلى الطريقة. قال تذهب إلى شاطئ النهر عند غروب الشمس، والشمس تغرب بين قرني شيطان، عند غروب الشمس، فتقف عند النهر وقت الغروب وأنت تنظر للشمس. وأعطاني أسماء، قال تهتف بهذه الأسماء تناديها، فانظر كيف. يقول تهتف بهذه الأسماء تناديها، يقول إذا هتفت وناديتها سيأتيك، يخرج لك شيء من النهر يخاطبك، وكل ما يطلب منك لا ترده مهما كان. يقول حملني الطمع وذهبت وأخذت أنادي، ويقول فعلا خرج شيء من النهر وخاطبني باسمي، يا فلان. قال يعني أطلب منك أمورا وتفعلها، ما تترك شيئا منها؟ قال ما أترك شيئا منها. يقول فأول أمر طلبه مني قال تترك الصلاة، أول أمر طلبه مني قال تترك الصلاة. يقول من نعمة الله علي أنني منذ الصغر وأنا نشأت على الصلاة والمحافظة عليها، ولا أفكر في تركها أبدا، وشيء يعني متمسك به تماما، ولا أفكر يوم أترك الصلاة مهما كان الأمر، مهما كان الأمر لا أترك الصلاة. فيقول لما طلب مني هذا الأمر وإذا به يطلب مني أمرا لا أفكر أصلا في تركه مهما كانت الحال، وهذا من النعم في المحافظة على الصلاة. وقد قال الله تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وقال واستعينوا بالصبر والصلاة. يقول فقلت له، وأذكرها لكم بلهجته حتى تعرفوا بلدته، يقول فقلت له الصلاة دي ما داير أتركها، الصلاة دي ما داير أتركها. يقول فصدر منها صوت ورجع، صوت عالي ورجع من مكانه. فلما رجعت إلى جاري وإذا به في أشد ما يكون من الغضب، وتسلطت عليه الشياطين لأنه أرسل لهم من لا يطاوع في ترك الواجبات ولا يطاوع في ترك المحرمات.
وتعمدت ذكر هذه القصة لسماع لها من صاحبها مباشرة حتى نعرف أنه لا يمكن أن يكون السحر والتعامل مع الشياطين إلا بالكفر بالله، ترك الصلوات، الكفر بالله، امتهان القرآن، نبذ كتاب الله، استعانة بالشياطين ودعائهم من دون الله، لا يمكن أن يكون السحر إلا بذلك، لا يمكن أن يكون إلا بالشرك. وهذا فيه التصريح، قال فقد أشرك، ومن سحر فقد أشرك، لأنه لا يمكن أن يصل إلى السحر إلا بالشرك والكفر بالله سبحانه وتعالى.